وهاتفيا من كييف ينضم إلينا الأستاذ محمد العروقي الكاتب الصحفي. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا بكم. دلالة استمرار هذه الحرب حتى هذه اللحظة برغم دعوات كييف للجلوس على طاولة مفاوضات؟ تحياتي لكم. يعني نعلم جميعا أن من بدأ هذه الحرب هو الجانب الروسي في 24 فبراير 2022. ثلاث سنوات الآن، نقترب من الثلاث سنوات في هذه الحرب. أوكرانيا اللي طالما يعني طالبت بالجلوس على طاولة المفاوضات الجانب الروسي والتناقش بالأمور المهمة والمحورية، ولكن نجد هناك تصلب الموقف الروسي باقتضام أو احتلال الأراضي الأوكرانية وضمها إليها. هذا أيضا دعا الجانب الأوكراني لفقدان الأمل بأي وسيلة لإقناع روسيا بالجلوس إلى جانب على طاولة المفاوضات، وبالتالي نشاهد في الآونة الأخيرة ازدياد في حدة المعارك بين الطرفين، خاصة أن الجانب الأوكراني صعد أيضا من جانبه لإرغام روسيا على الجلوس لطاولة المفاوضات. وحقيقة في الوقت يعني الحالي وبعد شهر ما حدث في إجمالا في شهر أغسطس لا يبشر يعني بأن هناك أجواء لجلوس الطرفين على طاولة المفاوضات بعد. طيب لو تحدثنا عن الأهداف الرئيسية لهذه الحرب بالتأكيد التي بدأتها روسيا ودلالة استمرارها لمدة ثلاث سنوات تقريبا أستاذ محمد، يعني هل يعني ذلك أن روسيا لم تحقق أهدافها وما هي أهدافها حتى تنتهي هذه الحرب؟ يعني أحسنتم بالسؤال. يعني حقيقة لحتى الآن يعني ثلاث سنوات من الحرب ولا نعرف ما هي أهداف روسيا. يعني روسيا أولا بدأت هذه الحرب وقالت يعني ثلاثة أيام إلى أسبوع نجد أنفسنا ندخل في العام الثالث، قالت القضاء على النازية. وما هو معنى النازية من وجهة النظر الروسية؟ قالت إنها لحماية سكان الدنباس. سكان الدنباس هم ضمن الأراضي الأوكرانية التاريخية والمعترف بها دوليا، ولهم وعليهم حقوق. فبالتالي لا أحد الآن يعلم. قال الخطر الأوكرانيا الأمني. أوكرانيا حتى الآن ليست عضو في الناتو أو عضو في الاتحاد الأوروبي. يعني كانت هناك أمور كثيرة تستطيع أوكرانيا وروسيا الجلوس على طاولة المفاوضات قبل بدء هذه الحرب وحل هذه الأمور بشكل ودي، ولكن لحتى الآن لا أحد يعلم أو يعرف ما هي أهداف روسيا الحقيقية. حقيقة يعني هناك عقدة تاريخية، روسيا لا تعترف بأوكرانيا كدولة وككيان مستقل، وأنها دولة جارة يجب أن يكون هناك حقوق، يعني حقوق الاحترام المتبادل بين دولتين ذات سيادة. فمن هذه النقطة لا أحد يعلم ما هي الأهداف وما هو الهدف الرسمي الذي يريده الرئيس بوتين من وراء هذه الحرب. تعليق هذه المفاوضات أو حتى يعني عدم الموافقة من الجانب الروسي عليها، هل يعني أن روسيا ربما تضغط على أوكرانيا يعني بشكل أو بآخر لتقديم أي تنازلات؟ يعني أعتقد لا أعلم ما هو الضغط الروسي المستقبلي غير السلاح النووي. يعني إذا احتاجت، وهذا لن يكون أيضا بالسهل استخدام روسيا لهذا السلاح، لأنها حين ستكون ردة فعل أيضا غربية غير مسبوقة على روسيا. لكن غير ذلك، ماذا فعل الضغط الروسي على أوكرانيا حتى الثلاث سنوات؟ يعني بالنسبة وتناسب في ميزان القوة، ويقال أن روسيا دولة عظمى، لم تحقق الأهداف التي تتحدث عنها. نحن نسمع في الأخبار أن هناك في شرق أوكرانيا معارك متواصلة في منطقة الدنباس أي مدينة دونيتسك، والجميع يعني كان يعتبر أن هذه المنطقة تم الاستيلاء عليها منذ العام 2014. لحتى الآن هذه هناك مناطق تخضع للسيادة الأوكرانية. في منطقة خاركف دخل الروس هناك وتم طردهم من هناك، وفي منطقة خيرسون، والآن نرى الجيش الأوكراني في داخل الأراضي الروسية في منطقة كورسك. فبالتالي أعتقد أن روسيا لو استطاعت تحقيق أهدافها لحققتها منذ السنة الأولى في الحرب على الأقل. لذلك أعتقد أن يعني الرئيس الروسي وضع نفسه في ورطة أمام الشعب الروسي الذي كان يحدثهم دائما عن العقيدة الأمنية الروسية، يعني بأن لا أحد يستطيع التجرؤ والدخول إلى الأراضي الروسية أو تهديد الأمن القومي الروسي. والآن نرى أن الجيش الأوكراني كما ذكرت في وسط مدينة أو محافظة كورسك. طيب يعني لو تحدثنا أن أوكرانيا في البداية كانت تدافع عن نفسها ضد هذا الهجوم الروسي منذ بداية الحرب، ولكن الآن يعني يجد جديد في هذه الحرب أن روسيا بدأت أو أن أوكرانيا الآن بدأت تتوغل إلى حد ما في مناطق تابعة لروسيا. كيف ترى هذا التغير وماذا يغير في استراتيجية الحرب؟
يعني حقيقة يعني أريد أن أبسط هذا الأمر وأشرحه بسهولة، أن أوكرانيا لا تمتلك من المعدات العسكرية التي تستطيع بها مواجهة روسيا بحرب مفتوحة. ليس لدى أوكرانيا طائرات تستطيع مهاجمة الأراضي الروسية أو صواريخ بعيدة المدى، فبالتالي والدعم الغربي الذي استلمته أوكرانيا هو دعم مشروط بعدم استخدام هذه الأسلحة بالعمق الروسي. فبالتالي منطقة كورسك التي دخلتها أوكرانيا كانت تشكل خطرا كبيرا في هذه الأثناء، وأنا أتحدث معكم من منطقة كورسك يتم مهاجمة مدينة خاركيف بقنابل جوية في هذه اللحظات بالضبط. فبالتالي أوكرانيا رأت من دخولها هذا العمق لحماية مواطنيها في المنطقة الشرقية وعلى الحدود، وخاصة في منطقتي سومي ومنطقتي خاركيف. إذن ليست هي عملية احتلال يعني حبا في الاحتلال أو اقتضام أراضي روسية، ولكن كعمل حاجز دفاعي لإبعاد الخطر عن تلك المناطق. طيب، يعني نتحدث عن أنه هناك شرط لدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأسلحة أوكرانيا، بأنها تشترط ألا تدخل في العمق الروسي كما فهمت من حضرتك. طيب، ما هي الأهداف إذن وراء ذلك؟ يعني الأهداف هو يعني هذه الأسلحة يمكن استخدامها على الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا. هذه الأهداف هي لتقوية صمود أوكرانيا أمام التوغل الروسي أو التغول الروسي. هذه أحد أهدافها أيضا هو استنزاف روسيا وإطالة فترة أمد الحرب لإمكانية أن توافق روسيا يوما ما على الجلوس على طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية بإعادة خريطة أوكرانيا كما كانت في العام 1991 منذ استقلالها. نعم. طيب، كيف تفسر أيضا الولايات المتحدة، ربما هذا السؤال أيضا سألته لضيفي السابق أستاذ رامي عبر سكايب من موسكو، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعمان الرئيسيان لحرب أوكرانيا ضد روسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة، ومع ذلك يعلمون تماما أن الدب الروسي لا يمكن هزيمته. إذن ما تفسير فكرة إرسال الأسلحة لأوكرانيا أنهم لن يحققوا أي يعني نتائج عسكرية أو حتى تدمير لأسلحة ثقيلة أو أماكن حتى استراتيجية في العمق الروسي؟ لا، يعني حقيقة لو الغرب صرح لأوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة بشكل يعني مفتوح يمكن هزيمة الدب الروسي، وأوكرانيا أثبتت للجميع أنه يمكن هزيمة الدب الروسي. صمود أوكرانيا بثلاث سنوات في هذه الحرب وبأسلحة سوفيتية قديمة عند بداية الحرب ومعرفة العقيدة وفهم العقيدة العسكرية الروسية، لأن الطرفان أصلا من مدرسة سوفيتية واحدة، فبالتالي يمكن هزيمته لو الغرب تجرأ على التصريح لأوكرانيا. وأوكرانيا شاركت، يعني خلينا نحكي انه بدايه هذه الحرب في اكتوبر من في العام الاول قصفت اوكرانيا جسر كيرتش في جزيره القرم، والكل ظن انها القيامه، ولكن اثبتت اوكرانيا للجميع ان روسيا لن تستطيع فعل شيء. وبعدها بفتره هاجمت الطائرات المسيره الاوكرانيه قبه الكرملين، والجميع قال انتهى الامر، ولكن حينها اثبتت اوكرانيا ان روسيا لن تستطيع ان تفعل شيء اخر. وهناك حدث الكثير ما بين هذا وهذا من الامور، ولن تستطيع. يمكن هزيمه الدب الروسي لو توافرت الاراده الغربية، والآن في هذه الآونة وزير الدفاع الأوكراني في موسكو في واشنطن للمطالبة بأن تسمح الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لأوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة دون شروط مسبقة. طيب، إذا كان يمكن الانتصار على الدب الروسي، لماذا إذن يعني حتى الآن لم تحقق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعمهم لأوكرانيا هذا الانتصار؟ هل هناك يعني أغراض أخرى من دعم أوكرانيا وراء هذه الحرب الدائرة؟ نعم، أتفق معكم، هناك أغراض أخرى. هما يريدون، يعني الغرب يريد روسيا قوية مهزومة وليست ضعيفة مهزومة. أيضا الشأن الداخلي الروسي أيضا هذا يشغل هم الأمن، دعينا نقول الأمن الأوروبي أو في أوروبا، قضية روسيا من الداخل. فبالتالي هم يريدون روسيا قوية تستطيع أن تسيطر على زمام الأمور داخل روسيا لو حدث ما حدث، أفضل من أن تكون هناك أعمال يعني لا يحمد عقباها وفوضى داخل روسيا. ولكن بالحقيقة الغرب لا يريد من هذا الدعم انتصارا صريحا وواضحا لأوكرانيا بقدر ما يريد استنزاف روسيا. نعم، شكرا جزيلا من كييف، حدثنا الأستاذ محمد العروقي الكاتب الصحفي.